وبعد أن أحرز مركز سبق بطولة مأرب الثالثة للملاكمة والتي اختتمت بالصالة الرياضية، فيما جاء نادي السد ثانيا ونادي رغوان والعرش في المرتبة الثالثة. هذه البطولات نظمها فرع اتحاد الملاكمة بالمحافظة وأشرف عليها مكتب الشباب والرياضة بمشاركة 40 لاعبا يمثلون 4 أندية، ومراكز اللاعبون تنافسوا يعني بمختلف الفئات العمرية، البراعم، أشبال، ناشئين، شباب، في الأوزان من 25 كيلوغرام حتى 70 كيلوغرام. سنتحدث عن الدور الرياضي الذي يلعبه المدربون في تطوير مهارات اللاعبين وأهمية قيام الكثير من الفعاليات الرياضية في المحافظات مع الكابتن شعبان العمري وهو مدرب المنتخب الوطني للملاكمة. فأهلا وسهلا فيك معنا في هذا اللقاء المهم بهذه المناسبة التي تهتم بإقامة مثل هذه الفعاليات. خلينا نبدأ بمعرفة يعني لماذا يعني أقمتم هذه البطولة؟ في البداية مساء الخير عليك أستاذة وديان وزميلتك الأستاذة سمية وعلى الأخوة والأخوات خلف شاشة قناة بلقيس الفضائية، وسعيد جدا بهذه الاستضافة الرائعة على البرنامج الجميل لديوان بلقيس. وإحنا أسعد كابتن، لو تكلمنا أكثر عن البطولات التي أقمتوها يعني في الفترة الأخيرة. بالنسبة لآخر البطولات التي أقيمت، سوف أتحدث عن البطولات التي نفذناها وشاركنا فيها خلال 6 أشهر الأخيرة على الصعيدين المحلي والدولي. فقد شاركنا في معسكر تدريبي لمدة شهر في العاصمة الكازاخية أستانا، تدعى ذلك المعسكر التدريبي مشاركة مركز سبأ مأرب ممثلا لمحافظة مأرب خاصة والجمهورية عامة في بطولة أورال كورغان التنوف الدولية لشباب الملاكمة بعدد 2 ملاكمين. وقد استطعنا تحقيق المركز الخامس في وزن 54 كيلو جرام وتكريم ملاكمنا بجائزة اللاعب المثالي في البطولة. حسب ذلك تغلب على بطل كازاخستان المصنف الثاني اسيويا. بعد ذلك شاركنا بعدد 4 ملاكمين شباب في بطولة العرب السادسة للملاكمة التي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة، وحققنا نتائج ممتازة بعدد 1 فضية و2 برونز. بالنسبة على المستوى الداخلي فقد قمنا بفرع اتحاد الملاكمة بمحافظة مأرب وبدعم سخي من اللواء سلطان بن علي العرادة نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظة مأرب حافظه الله وبإشراف مباشر من مكتب الشباب والرياضة بتنظيم بطولة مأرب الثالثة للملاكمة والتي شارك فيها عدد 40 ملاكما يمثلون 4 أندية إضافة إلى مركز المحافظة مركز سبأ مأرب لتدريب الملاكمة. وقد استمرت البطولة لمدة 5 أيام وشهدت البطولة تنافس قوي بين الملاكمين وحضور جماهيري ورسمي كبيرين. جميل جدا. طيب بالنسبة لمعايير اختيار اللاعبين كابتن، كيف كانت يعني ما كانت المعايير التي تم اختيار فيها اللاعبين المشاركين في هذه البطولة؟ بالنسبة لاختيار اللاعبين فكانت على أساس معايير قانونية وأيضا إعداد بدني وإعداد تكنيك وتكتيك وجوانب فنية كثيرة. وهذه البطولة تهدف إلى اختيار لاعبين مميزين في جميع الفئات العمرية لتمثيل محافظة مأرب خاصة والجمهورية عامة في البطولات القريبة الداخلية والخارجية. كابتن شعبان، يعني هل هناك تواصل مع المدربين في مختلف المحافظات؟ وكيف يتم التنسيق والتواصل فيما بينكم البين؟ بالنسبة للمدربين واللاعبين على مستوى الجمهورية من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، فنحن على تواصل مستمر هاتفيا وجميعنا يعاني الإهمال والتهميش. للأسف فعلا هذه يعني تعتبر من الأسباب يعني اللي أو نقول من التحديات اللي يواجهوها كثير من اللاعبين المتميزين في اليمن. الكوادر موجودة والشباب المبدع موجود لكن يحتاجوا إلى الدعم الكبير. بالنسبة لي يعني اللاعبين أنفسهم، لو تنقل لنا كيف كانت أجواء هذه البطولة، كيف كانت نفسية اللاعبين الموجودين، يعني أنقل لنا كيف كانت الأحداث يعني وأيضا المشاركات الموجودة داخل هذا الحدث المهم. بالنسبة للبطولة فقد تميزت كما ذكرت لك سابقا بحضور جماهيري ورسمي، وأيضا تميزت بأداء جميل ورائع من جميع الملاكمين في الفئات العمرية الأربع.
وكان الملاكمون سعيدون جدا بهذه البطولة التي تأتي بعد غياب جدا طويل. طيب كابتن شعبان، بالنسبة للإجازات الصيفية يعني كيف يتم استغلال هذا الوقت لتدريب اللاعبين أو حتى عمل أنشطة للأشخاص الذي يحبوا أنهم يدخلوا في مجال الرياضة؟ بالنسبة للاعبين على المستوى، سواء على مستوى الإجازات أو على مستوى السنة على مر الأيام، فنحن مستمرون بتدريبهم على بشكل يومي وبفترات مختلفة، يعني العصرية المساء حسب الفراغ الذي يعيشه اللاعبون. طيب كابتن شعبان، يعني احنا شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور التي يعني للأسف يعني كان فيها مدرب يضرب أحد اللاعبين، ما تعليقك؟ بالأخص كان يعني من البراعم تقريبا، هو طفل كان بيتدرب، ما تعليقك يعني على هذا الحدث؟ للأسف الشديد لقد شاهدت المقطع الذي تم تناقله في وسائل التواصل الاجتماعي، وللأسف الحادث الشنيع هذا لا يمثل مهنية وأخلاق المدربين، وأطالب الاتحاد اليمني العام للجمباز بفتح تحقيق وإيقاف وشطب المدرب الذي قام بذلك إذا كان فعلا مدرب ومقيد في سجل الاتحاد اليمني للجمباز. نتمنى هذه الحادثة دخيلة على الألعاب. نتمنى نحن كذلك بدورنا أن يتم يعني التحقيق مع هذا المدرب، ولكن أنتم كمدربين كابتن شعبان، ما هي التحديات اليوم الذي تواجهكم في هذا المجال، المجال الرياضي؟ وقد ربما يعني تتمنى أن توصل رسالة إلى القائمين والمسؤولين في هذا المجال، ما هي هذه الرسالة؟ وقبلها إيش هي التحديات والصعوبات اللي تواجهكم؟ هناك العديد من التحديات والعوائق أمامنا كمدربين، أبرزها واحد غياب الدعم عن الألعاب الفردية، وأيضا عدم وجود بنية تحتية تفي بالغرض، إضافة إلى الإهمال والتهميش للمدربين وعدم صرف رواتب لهم، مما يجعل المدرب في وضع صعب ماديا. وأكبر معضلة نعاني منها في الاتحادات هي الدخلاء على هذه الألعاب الفردية، وأيضا سوء الإدارة في الاتحادات وغياب المعسكرات التدريبية والتجمعات والبطولات الداخلية والخارجية. نتمنى فعلا أن يتم الاهتمام بجانب الرياضة، وشكرا على تغطية هذا الحدث ونقلنا الصورة الجميلة لهذه الفعالية. سؤال أخير. تفضل. اسمح لي سؤال أخير. تفضل. أتمنى أو أناشد رئيس الحكومة وأناشد معالي وزير الشباب والرياضة من هنا من قناة بلقيس الفضائية، وأناشد اللجنة الأولمبية بوضع حد للفساد، وأيضا تفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة، وإقامة الانتخابات المعتادة للاتحادات، حيث وأن الاتحادات الرياضية اليمنية بحاجة إلى وجوه شابة ومؤهلة تمتلك خبرات فنية بإذن الله وقيادية. بإذن الله كابتن، على الأعضاء والنهوض بالرياضة اليمنية. بإذن الله كابتن شعبان، توصل رسالتك للجهات المعنية. كابتن شعبان العمري، مدرب المنتخب الوطني للملاكمة، شكرا لك، وبإذن الله مزيدا من الإنجازات والنجاحات.